ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر. ناس من الصعيدة وناس بحري والقلب مفتوح على البحر. دايب في سحر بنات بحري والحب تحت الشموسة. الله عليك يا اسكندرية، البحر رايحة من البحر جاية. الله عليك يا اسكندرية، البحر رايحة من البحر جاية. لما الصبايا عالصهبجية، لما الصبايا عالصهبجية، جماعة فرعون على موسى. اسكندر بتاع الضواحي والبندر، في اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر. فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين. فيها الحواري بالمساكين وفيها جنة راس التين. وفيها فوق شط سغابة وفيها عد الرمل تياب. الابتسامة الكذابة أنيبها في الناس، أنيبها في الناس مغروب. موال جرحها وخربشها، وفيها ريا وقلضشها. موال جرحها وخربشها، وفيها السيد دروشها. لونها بالصوت والمنظر، الصبح جنية مية والظهر سمكة بطية، والعصر نعمة ولعبية، والليل عريسك، الليل عريسك يا عروسة. المحروسة المحروسة بالصيادين وسمك بوسة، وسمك بوسة.
بني ادم مننا الكلمه تطلع من لسانه وتتكتب على كبير، فانا عايزك توعي سكينه يعني عشان ما تلخبطش في الكلام كده ولا كده. خايف يعني لا تفشي سرنا وهي سكرانه؟ ابو المفهوميه، خلاص الفاس دلوقتي وقعت في الراس، اي كلمه كده ولا كده نروحوا كلنا في 60 دهيه. ما تخافش، هي صحيح بتسكر سكر جامد بس ما بتدمرش، بتبقى فايقه وزياده في الاحتياط انا حزين عليها. حط في بطنك بطيخه صيف يا حصاب الله. على مين يا ابو احمد يا طمار كده هتجرسنا؟ كف ايدك شويه. نعمله ايه؟ الارض مليانه حصى. ابعال قرب المسرجه شويه، احنا هنعمل بس المطرح ده ممكن البكر لا من شاف ولا من دري. شفت بقى؟ شفت انت فاهميني؟ قالي عمري قلت لكم على حاجه وطلعت غلط. زي ما انت عارف المطرح بالليل زي بالنهار ضلمه، وكل اللي مأجرين حوالينا عزبنجيه بيطلعوا لما الصبح يصبح ويرجعوا اخر الليل، يعني هس هس. طب والردم اللي هيطلع من الحفر؟ هيترمى من الشباك اللي على النار. يعني عامله حساب كل حاجه حتى الردم. خد يا اخويا. لو وحياة امك، مفيش خمره الليله دي، خليها تعدي على خير. احنا هنستنوا هنا شويه لغايه لما الرجاله يخلصوا وبعد كده نفقع. لو احنا راجعين تاني؟ ده يا اختي الخيله الكدابه دي. بنقول لك ايه؟ انا مصري من حشد جوه وسطي لما شفت الوليه بتفرفر. انت بتحس كده؟ يعني قوم نبص لسانك من لغلوغه، ما تخشك يا بنت في البيت من هنا وجاي. يا اختي خلاص ما تبقيش حمائيه كده. بنقول لك ايه؟ البلطه اللي كانت مركونه جنب الزير دي الرجاله اللي اشتروها. منين؟ هم حالتهم مالين احمر؟ ده كلهم دكين، ده اني اللي طلعت استلفتها من الولايه المحافظ. شوية النطر ما بطلتش. ايوه ادي جوز مجريم، وادي كردان بدور واحد، وادي يا سيدي 6 غوايش وحلق وخلخال. ده غير بقى الجلابيه والملايه بتوع المرحومه. الجلابيه والملايه والخلاخيل انا اللي رايحه ناخدهم. الله، طب ليه ما نبيعهمش او حتى نرنوهم؟ واشمعنى انت اللي انسحبت من لسانك؟ ما الكل ساكتين، ولا هتعط عليا يا عبد الرازق؟ لا انا هنعطه على ابعاديه، ده انت غريبه قوي. خلاص يا سكينه خديهم، حلال عليكي. خلونا في المهم يا جماعه، مين السايغ اللي هنروح نبيعه عنده؟ السكه ما بتخلاش من المخبرين. راي عارفه سايغ؟ عارفه سايغ؟ واحنا نضمنوه منين السايغ ده؟ نضمنوه عشان حرامي. انا رحت مع نسوان عنده قبل كده، ما عارفه بيخزق في نص التمن كمان، انه عارف ان السيغه مسروقه. طب ليه نروح عند اللي بيخوزه؟ ما نروح نوزنه عند شيخ الوزانين. شيخ وزانين ايه اللي نروح له يا راجل انت؟ انت عايز تجرسنا؟ احنا بنبيعه صيغه قتيله. اسره
لما يصبح الصبح انا رايحه ناخد سكينه للصاغه اللي نعرفه. قلته ايه قبل ما تبيعوا الصيغه؟ لازم في الاول نحط ايدينا في ايدين بعض ونتفقوا ان محدش مننا يقول على التاني لو وقعنا. لا، ده اللي يقول الاتفاق يحق لنا ان احنا نموتوه زي ما موتنا الوليه اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي، وبلاش نترازلوا على بعض. تمن الصيغه هيتقسم بالحق، الراجل زي الحرمه، يعني هنقسمه على ست. خلوا موضوع القسمه دي لما تنباع الصيغه، رايقه وسكينه هيروحوا الصاغه، ها، واحنا نتقابلوا هنا هنقسمه هنا. خطوة عزيزة، بقالك مدة ما شرفتناش يا ست رايا في المحل. ما انت شايف الحال يا سعالي، هو في حد ما بيشتكيش من الايام السودة اللي احنا فيها دي؟ منورنا، تشربوا ايه؟ اختي سكينة. منورة يا ست سكينة، نجيبوا شاي. لا معلش عشان ما نعوقوش. ما يصحش، خليها النوبة الجاية، اصلنا مستعجلين. هاتي الحاجة اللي معاكي يا سكينة. انا مرضتش نروح عند شيخ الوزانين، قلت انت الخير والبركة. بس زمني كنت بنقول لك ايه يا سكين؟ ما بتأمنش لذمه حد الا لذمتك. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه يا ست سكينه. انما ما قلتليش يا ست ريا، الحاجه دي اشتريتيها منين؟ دي مش حاجتي، دي حاجه السكينه اختي. انا كنت شارياهم من سناجيب مرقص. مية جرام يبقى حسابهم 18 جنيه وريالين بس. دول يجيبوا اكتر من كده، كلهم مصنعية وحياتك يا ست الكل. صدق يا سعالي سيد. ها قلتوا ايه؟ هات يا اخويا الفلوس. ها من عناية يا ست ري. الراجل ده حرام. بس ايه تمنتاشر جنيه وريالين؟ ما نتحرمش منك يا سعال. أنست وشرفته. شرف مقدارك يا أخوي. ألف سلامة. مؤاخذة، هو المنيل على عينه ده لازق لنا كده ليه؟ ملناش دعوة بيه. الصيغ ده حرام يا أختي، على الاقل مش هيقعد يسالنا جايبين الحاجات دي منين وفين العالم وزن بتاعها. وانت موافقتك كده على التمن هتخلي الفار يلعب في عبده. علي عارف ومتاكد ان الصيغه دي مسروقه وعامل نفسه مصدق، وعارف ومتاكد ان انا مش خامه، بس هيوافق. طب مش هنشوفه حنطور؟ احنا هناخد القرشين نركبوا بيهم حناطير. يلا يلا يا خايبه يلا. قاعدين على القهوة اهو. ما يا اختي مالهم مسروعين كده ليه؟
هو احنا ايه هندكنه على الفلوس ولا هناخدهم ونجوا؟ قطيع دي بتاع الرجاله في ساعه واحده. عملتوا ايه؟ قطعوا كام؟ ما تنطقي يا ريه. ما تصبر على رزقك يا راجل انت. الله. كام دول؟ الراجل السايخ ده حرامي، قال ايه؟ ما جابوش غير 18 جنيه وريالين. يا ابن الحراميه، اهو ده بقى مشاركنا غصب. من اللئيمه مسكنا من ايدنا اللي بتوجعنا. خد خد يا سكينه نصيبك انت. وانت يا رايه بعدين هبقى حاسبك بعدين. حساب تقل يا سبع البروم. سبع البروم بلادي مقلاته بقى. يلا بينا الجار نقعد ونتحاسب. ما تعوقش يا عبد العال. خفيش هنرجعهولك زي ما خدناه، مش ناقص حته. محدش يجيب سيرة عن صورة الفلوس اللي لقاها في عند الولية. ها انت بالذات يا عبعال، اوعى تقع في الكلام قدام سكينة. هي سيرة وغنوة؟ ما خلاص قلت الحكاية والرواية دي مرة قبل كده. اسمع يا عصب الله، شيل سكينة من فوقك. هي مش مراتك برضك اللي اخدت هدوم خضرة؟ مين فيهم اللي خدت الخلخال؟ سكينة برضو شبطت فيه. وكمان الخلخال؟ مؤاخذة يا صاحب عال، مراتك دي رزيلة قوي، ده كده هي اللي كوشت عالكوم الكبير. أه عال، متضايق من إيه؟ مش قادر نصدق اللي حصل لحد دلوقتي. بقى نتحمل روح عشان دول؟ عشان دول؟ قدرتش تقول لا؟ يمكن عشان هددوني. ايوه هما هددوني. انا وافقت عشان ما تموتيش يا سكين، كان ممكن يحرقوا قلبي عليك. لا انا ما وافقتش عشان انا ما خفتش عليه. انا بندور على حاجة اندري بيها خيبتي القوي. ما افتكرتش امك يا عبد العال. فيها عينك ازاي بعد كده؟ ازاي عرفوا يعموني ويغمضوا عيني؟ هي العوزة يا عبد العال. ايوه العوزة، العوزة والايام السودة هي اللي حطتني فيه. يا ابني جاي. اهلا زكا ابو التل. صباح الخير يا شعبان. صباح الخير يا اخوي. ما تيجي تاكل معايا لقمه؟ الف انا سبقتك. امي بايته عندك؟ لا ما بتتش عندي. ليه؟ انا كنت رايح نسالك عنها، دي من امبارح لسه ما رجعتش. تلاقيها راحت عند سعديه وباتت هناك. مش عارف. طب كانت قالت لي قبل ما اخرج امبارح. يبقى راحت عند خاله امينه في حاره النجف. امك؟ لا داني بقالي جمعه ما شفتهاش. امال راحت فين بس؟
دورت عليها عند سعدية ولا عمتك فاطنة؟ دورت، محدش شافها. لازم بقى بيتها في القرافة عند أبوك الله يرحمه. أيوة صحيح، دي متعودة على الحكاية دي، لما نروح نشقر عليها. يبقى طمني يا شعبان. كتر خيرك يا خالد محمد. هنا يا اسطى. سكينة، عملت ايه؟ رحت لحلاق الصحة؟ ايوه، نضف لي الخراج تاني وربط لي رجلي بشاش نظيف وقال لي نفوت عليه بعد يومين. اني عارفة ايه اللي كان مسكتك ده كله؟ من قلة الفلوس يا امينة، ده كان كله غيار يا اختي ياخد مني نص ريال. هنجيبه منين في الايام السودة دي؟ وعملت ايه؟ انا يعني ما شفت الزباين جم. ماني فوت على مريم الشمية استلفت منها قرشين. الا من حق، انت ما شفتيش خضرة؟ خضرة؟ ايوه، اصل شعبان ابنها جالي وسألني عليها، قال ايه من امبارح الظهرية ما رجعتش البيت. ما انت عارفة تلاقيها هنا ولا هنا يا اختي بتلقط رزقها. بالاذن احسن، اني مش قادرة نقف على رجلي. انت يا راجل يا نص، هما الرجاله فين؟ ما حدش شافهم يعني النهارده. انا نفسي بنسالوا نفس السؤال. بنقول لك ايه، انت ما تلمحتش بخضره امبارح؟ خضره؟ انا شفت واحده شبهها خارجه من البيت ده امبارح. تكنيله. هقول لك ايه، ما انت نص. عيبي عيبي على خلقة ربنا، عيبي. بط ساعة سكينة، هتكون مين يعني؟ يا سكينة، كل ده نوم، نايمة في الملح، تريدي وجعيت من كتر الخبط. اسكت يا عبد العال، قال لي شفت حلم. يا ساتر، كنت هموت. عشان كده وشك مخطوف. تعال تعال اقعدي، اجيب لك شويه ميه. الولد ابن الوليه سأل عليها النهارده. خضره، تعال نسأل العسكري ده. احنا عاوزين مؤاخذه نبلغه عن واحده خرجت وما رجعتش. خش للصول محمد المصري. اسمها ايه؟ اسمها لا مؤاخذه خضرة محمد اللامي. خضرة محمد اللامي. سنها كم سنه؟
سنها يجي 35 سنة. 35 سنة. تقدروا توصفوها؟ هي لا سمرة قوي ولا بيضة قوي، وشعرها اسود، وطول كده قد طول انا كده. لف كده، لف انت كمان معاه. اني الطول 175 سنتي. كانت لابسه ايه يوم ما خرجت؟ كانت لابسه جلابيه سودا وملايه سودا. هي غاويه لبس الاسود؟ لا ابدا، ده حزينه على ابويا. قلتلي امكم لها عدوين؟ لا ابدا. لا ابدا، يعني ما سمعتوش عنها حاجه كده ولا كده؟ حاجه يعني ايه يا حصول؟ يعني تكون مثلا عايقه في نفسها. طيب ما سمعتوش عنها اشاعه كلام مش كويس؟ انا امي كانت اشرف من الشرف يا حصول، محدش استاجر يجيب سيرتها بكلمه. طيب ما تزعلوش، مش يمكن سافرت عند حد من قرايبها في البلد؟ ملناش قرايب في اي بلد تاني، كل قرايبنا معانا هنا في اسكندريه. يلا ربنا يعطرنا فيها ان شاء الله. يعني ايه اللي هيتم دلوقتي يا حصول؟ لا مؤاخذه يعني. لا مؤاخذه يعني هنخطر المحافظه بصوره المحضر علشان تعمل نشره بغياب امكم، ويكون مكتوب فيها ايه؟ اسمها وسنها واوصافها، علشان تنزل في المحضر بتاع الغايبين في النشرة الجنائية. تشكر يا حصول. استنى انت، وهو رايحين فين؟ احنا لازم نقفله المحضر ده دلوقتي. ونبهنا على اصحاب البلاغ بان يحضر الى القسم عند عودة والدتهم للابلاغ عن ذلك. كل واحد فيكم يطلع الختم بتاعه ويختم هنا، ولا انتوا بتبصموا؟ يحول الى وكيل نيابة اللبان الجزئية. ايه حكاية الناس اللي عملت تختفي كل شوية دي؟ ده تمن بلاغ السنة دي يا فندم. والقلاش ولا حد فيهم؟ جنابك اللي بيروح ما بيرجعش. طيب حول المحضر للنيابة، وطبعا النيابة هتبعت عايزة تحريات. أوامر سعادتك، نبتدي التحريات؟ بالظبط، نزل مخبرين يلموا أخبار من وسط الناس، وشوف شيوخ الحارات وظبط تحريات. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا فوزي المهجر، عارفينه؟ ده ماله ده؟ تلاقيه بيعس على حاجة. ايه؟ نطلبوا له شيء؟ نطلبوا له يا اخويا، احنا كمان هنصرفه على الحكومة. خلاص بقينا بنحتكمه على الأبعدية. الحكاية دكت خالص. ايه اللي دكت؟ اسكت يا جدع. دي الفلوس طارت ولا الحمام؟ تقولش فلوس حرام؟ ده انت رزيل يا جدع. هو بقى في حلال وحرام؟ ما خلاص شبكوا في بعض اهو. حلال اكلناه، حرام اكلناه. سيبوكوا بقى من الكلام ده، تعالوا نتكلموا في الجد. شغل علينا اخويا. عندك تصريفه؟ احنا لازم نفكروا دلوقتي في الوليه اللي لازم نموتوها. مين تاني يا جدعان؟ بكفايه واحده يا عالم، اذا كانت هتعدي بالسهل كده ولا هنروح في 60 داهيه من وراها. الكلام اللي بيقوله عرابي ده هو عين العقل. ما قدامناش تصريفه تانيه غير ان احنا نموت النسوان اللي مش قادره تقيم دراعاتها من كتر الذهب اللي فيه. بالله شوف يا معلم، احنا متفقين على كل حاجه وايدينا في ايدين بعض. جيت معانا في الاتفاق هتاخد نصيبك، ما جيتش
هنجرجروك ويانا ولا على رأي عبد الرازق ولا ها؟ تاني يتقابلوا من تاني تتشبك تتماسك وتشد اللقمة من الدنيا شفايف تهمس لشفايف يسرقوا بسمتهم من الدنيا قلوب تتدفى في حضن قلوب يتمنوا الرحمة من الدنيا تاني تسخر أحلام تاني تكبر أحلام نزلة نزلة ابو الليل انا اللي اعرفه انها بتحبك يا عراب انت بتشوفهاش نعرف نتلم عليها من ساعة جوزها ما مات كل ما نروح نسألوا عليها يقولوا لي راحت للزباين ايوه ما هي خياطه متصيطه وزباينها كتار بس انت متاكد ان اللي شفتها دي هي نزلة ايوه نزلة امال امها يا اخويا يخلق مش شبه 40 يا جماعه انتوا هتعموني ليه ده اللي نعرفه الراجل اللي كان معاها وده يطلع مين بسلامته ابراهيم الشرباطلي ايوه كانت حكت لي عليه بس ده تعرفه قبل منك يا عراب ده ابو احمدات زيك يا عربي لا سيدي ده عنده وكاله علاف الله يعني راجل متريش بصراحة البيت لها حق برضو في الأيام المنيلة اللي ما يعلم بها إلا ربنا دي ولا تزعل نفسك يا عراب ولا يكون عندك فكر أني هنروح ونشوف لك إيه الحكاية تعالي شوفي الباب ياما حاضر يا ناصر عيب اللي بتخاف ازيك يا استاذين ان شاء الله تسلم يا اختي اتفضلي عشت اهلا يا حبيبتي وحشاني يا نازله وغوشتينا عليكي محدش يا اختي بيشوفك ليه ابدا يا اختي زي ما انتي شايفه كده قاعده طول النهار قدام المكنه استريحي يا حبيبتي اعملي لنا كوبايتين شاي ياما من عينيا يا نازله انت مزعله عربي منك ليه اني شافك وانت راكبه حنطور مع واحد وداخله معاه كندا جوان وامتى بقى الكلام ده امبارح لا اصل ده جوز زبونه عندي شافني وانا ماشيه في الشارع فقال لي تعالي نوصلك وانت كنت رايحه كندا جواني تعملي ايه يا نازل كنت رايحه نحصل اجره شغل من زبونه تانية وبعدين هو لقي عندي عشان يحكم فيا هو انت مش صحاب يا ولية بلا نيلة ده عاوزني نصرف عليه اني غرضي تراضيه ما تنسيش ان ابو حمادات ومعرفته ليكي عزوة هي امك عارفة ان انتو امي مش عاجبها الحال وعاوزاني نتجوز صراحة عندها حق بقى في واحدة يبقى وياها الظرف والحلاوة دي وما تتجوز قصدك على عربي يا ده بيحب حب منفعة ده الود ود ويبيعني سختي ويغطس وادي وش الضيف ويبقى ما نبني غير انه قشلني طيب اني الجلبيتين دول بقى اني عايزاك تقصرهم لقراطين عناية يا حبيبتي طب اني نمشي بقى اكملنا عوقت هنعدي لسه على واحدة صاحبتي ناخدها ونروح سوا الزنقة والشاي اللي انا عملته ده مين اللي هيشرب يبقى لي عندك كوباية شاي يا ام نازلة ما تنسيش بقى الكلام اللي اني قلتهولك ها رضيها وما تزعليهاش مصلحة برده حاضر بس انت كمان برده بقي فهميها الحقيقة عيني فوتكوا بعافية مع السلامة يا عافيتي يا حبيبتي يا اختي
أنا مش عارفة، أنا مش عارفة يا بنتي يا ناصلة، ما بنستريحش للولية دي ليه؟ هي كانت عملت إيه يعني ياما؟ طب داني ما حدش بيحبني قد رايا دي. عملت إيه؟ شفتيها؟ يا أخويا أنت ظلمت البيت، ده اللي كان بيوصلها ده جوز واحدة زبون. وصلها لوكاندا؟ ولا جوز واحدة زبونة ولا حاجة؟ صاحبها القديم وانا خمه قدر عايز يتجوز. قالت لي براحتها مش عايزه تقول دلوقتي. افهم من كده انها عايزه تخلص مني. ايوه عليك على الظلم، داني رحت لقيتها مفرفره ودمعتها دي على خدها وعلى كلمه واحده عربي عربي، قالت لي امانه قولي له ما يزعلش واني هنراضيه. يقول ايه انا بدماغها وكلامها ما يمشيش عليا. جرايه وليه هو انا لقيت خادم سليمان ده الشغل؟ هو في حد بيلاقي شغل اليومين دول يا عبده؟ لقيت الشغل ده فين؟ في ابو الخريني. هنستلم من بكره يا سكينه، زغراتي بقى. يا الف بركه يا اخويا، ما دقت الا مفارقه. سكينه انا عايزك تبلغي الجماعه انني بعيد، مش هنبقى معاهم في العباره اللي جايه، انا ماليش دعوه بيهم، هنقطعهم. انت بتقول ايه يا عبده؟ هو في عباره تانية؟ انا سمعتهم بيتكلموا عن حرمه اسمها نازله بالليل. يا نصيبتي، نازله بالليل الخياطه دي صاحبة رأي الروح بالروح ومخاويها بالعش والملح. الطور عرابي هو اللي مسخنهم على الحرمة دي، قال ايه خميته ورجعت لصاحبها الاولاني. ده ايه الخيبة دي يا اخويا؟ هو ايه اللي جرالهم بقى؟ كل واحد يشوف صاحبته ماشية مع راجل تاني يقوم عليها يقتلها. كل ده بيت ما يخيلش، كل ده اوانطة، هي لا خميته ولا يحزنون. هو صرف الفلوس اللي فاتت، عجبته الحكاية، طبع في صيغة الولية، قال في ذات نفسه اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفهوش. ورايا قالت إيه؟ عرابي راسه ألف سيف عايز يموت. بس دي صاحبتك يا راي. صاحبتي يعني بتأكلني ولا بتشرب؟ طب وآخرة الحدوتة دي إيه؟ مفيش حل قدامنا غيره ولا نموتوا من جوع، واحنا ما بنعملوش حاجه، الرجاله هما اللي بيعملوا. انا عارفه ايه اللي خلاني توعتكوا. ليه هو انت مش اختي؟ واللي زعلني زعلك واللي كنت عايزاني نقف نتفرج والوليه بتلهف مني الراجل؟ اختي يا ريتها كانت لهفته وخلصنا منه، هو يعني امل قوي. احسن من عدمه، اهو ابنا ورجلنا بردك. طب يا اختي، انا وعبد العالي النبادي مش وياكوا. يعني ايه؟ يعني انتوا من سكه واحنا من سكه. لا يا حبيبتي، احنا في بينا اتفاق، احنا على الحلوه والمره سوا، ولا عشان مع عبد العالي يعني اللي قالوا لقمه عيش. لو وقعنا هتبقي معانا، عقلك في راسك تعرفي خلاص. هو لعب عيال؟ ده اتفاق، واللي ما يعملش بيه هيبقى معانا غصب عنه. اهي بتقول انهم مش هيجيبوا سيره الجنس حد؟ احنا نضمنه منين؟ اختك لسانها فين؟ سكينه بتسمع كلام عبد العال، يبقى نتكلموا معاه هو. اتسندت على حيطه مايله، هو يقدر يتنلها كلمه؟ ما هي بتخاف عليه يا ريا، ولو شافته معانا هتيجي برجليها هي كمان. يا جدعان الشغلانه دي لازم نخلص منها النهارده. أنا دمي فاير وضارب في نافوخي ومش هيش في غليلي غير لما نيموا الولاية نازلة دي جنب خاضرة. يا أخويا مستربع علي، ما حتتين السرعة هناخدهم هناخدهم. روى دمك عراب يا أخويا. هلا هو عبد العال شغال فين؟ قول لهم يستنون على القهوة إياه، أنا قدامي 10 بلات هنحرمهم ونحصلهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. خير يا جماعة. خد نفسك الأول اقعد. شد لك كرسي يا عبد العال، شد كرسي وتعالى ريح يا انا اخويا. تعالى ادي الكرسي. اقعد على حيلك. موضوع نازله لازم نخلصه منه الليله. ايوه، واحنا رتبنا كل حاجه، رايا راح تسحبها على بيت علي الكبير. لا يا جماعه انا مش موافق، انا العباره دي بتأثر العمر. ما تخافش يا عبد العال، احنا عاملين حسابنا كويس. هي يعني اللي قبلها كان حد حاسس بحاجه؟ اديها نايمه، اديلها تلات جمع ولا حد قال لها انت فين. خلاص اعملوا العباره دي لوحديكم، انا كفيت ايدي من السيره دي. ما تقعد على حيلك امال. هو دوركم يا تلعبوا ما تلعبوش،
شرف أنا اللي اتمرق في التراب ولازم انضفه. يا عرابي يا كانت مراتك، الكل عارف انك هتمشي معايا، والراجل الجدع ما يسيبش الحرمه بتاعته تمشي مع واحد تاني ويقف يتفرج. قصر الكلام ومن غير رزاله، عبد العال انت معانا، تروح يمين تيجي شمال معانا، نزلت تحت طلعت فوق برضك معانا. يا اخي استعبر ده احنا دكينا خالص، الواحد ما عادش يحتكم على مليم احمر، ده انت حتى اللي هتدفع ثمن المشاريع. معلوم مش هو اللي عازمنا ولا ها؟ انت بتضحك عليا يا عبد الرازق، انا ما عزمتكوش، وبعدين انا داكي زيكم. انت مش قلت الغفير خليهم يستنوني في القهوه؟ يبقى انت اللي هتدفع. ايه ده؟ ده محضر غياب الحرمه خضرة محمد اللامي. ده اللي رجعه وكيل النيابه؟ ايه يا فندي، عشان نعمل له التحريات. وعملتوها؟ زي اوامر سعادتك بالظبط، بعت 2 مخبرين لفوا اسكندريه بحالها، ما عترولهاش على قطر، وده مدون في المحضر قدام سعادتك. خلاص. يحفظ. بيت يا بديع، انت يا بيت يا بديع. عاوزه ايه ياما؟ خدي عايزاك. انا بلعب ياما. لعبت عليكي نفس، تعالي تنشكي في قلبك، انا لو نزلت هنقتلك. عاوزه ايه ياما؟ تعالي هنا يا بيت، عايزاك توصلي لحد نازله الخياطه اللي على قمه الحاره اللي ورانا، عارفاها يا بيت؟ ايوه. تقولي لها امي بتقولك هي عايزاك النهارده خصوصي، وتخليها تجيب معاها الجلابية، وقولي لها امي هتأثرها على الجلابية التانية، فهمتي؟ وما تجيش الا وهي معاكي. طب ما رضتش يا امي. قولي لها امي عايزاكي ضروري، وفوتي على ابوكي وانت راجعة على القهوة، قولي له على اللي حصل بينك وبينها، فهمتي ولا نقول تاني؟ فهمت يا امي. يلا روح. طب هاتي مليم احمر عشان اجيب بيه بتنجان مقلي. روحي دلوقتي، اما تبقي تيجي نبقى نديكي. عايزه ايه يا بت؟ انا عايزه نظره. انت بنت مين؟ انا بنت ريا. يا نظره نظره، في ايه يا بخيته؟ في بنت عايزاك. مين دي يا اختي؟ بتقول انها بدعم بنت ريا. في ايه يا بت يا بديع؟ امي بتقول لك هاتي الجلابيه عشان تقيسي عليها جلابيه تانيه. روحي يا اختي قولي لها اني مش فاضيه وان الجلابيه لسه ما خلصتش. ماليش دعوه، هاتي الجلابيه وتعالي معايا. امشي يا بت غوري. طب هاتيلي مليانة وحطي دي عماد لتجيبي مليانة. يا بت غوري جاتك داهيه فيكي وفي اللي خلفوكي. ماشي، انا هنروح نقول لهم. بت يا بديعه، انا ما بنقولش على امك يا اختي، انا بنقول على ابوكي. جاتك داهيه فيكي وفي ابوكي. ماشي، طب هاتي مليانة. عملتي ايه يا بت؟ رحتي النازله؟ رحت يا امه وقالت لي مش فاضيه وشتمتني. شتمتك ليه؟ اياكش تكون طولت لسانك عليها يا منيله. لا يا امه انا ما طولتش لساني عليها، انا قلت لها لازم تيجي وتجيبي معاكي الجلابيه، راحت شتمتني وقالت لي كتجدها فيكي وفي اللي خلفوكي. يا بنت الكلب. عديتي على ابوك يا بنت قلت له؟ رحت يا امه ما لقيتهوش في القهوه. فين يا امه النكله اللي قلت لها هتديها لي؟ مكان مليان فاس. تكنيله مش عامله زي ستك ام مراي. خد. هو انت هنا؟ باين العباره بتاعت الوليه نازله مش هتتم النهارده. احسن عشان تفكري وتراجعي نفسك، دي مهما كان صاحبتك. هو اني نقول طور يقولوا حلبوه؟ انت كنت فين؟ بعتلك البيت على القهوه ما لقتكش. كنا بنلين ونفوخ اخينا ده. قولي لي عملته ايه؟ عملها اسود، مش راضيه تيجي، قال مش فاضيه. يعني ايه؟ يعني العباره دي هتتاجل لبكره. ايوه ارتحت. بس 40 على ايه؟ الوليه لسه ليها عمر. يا جدع بقول لك احنا دكينا، ما عدناش نحتكم على مليم احمر. هو احنا يعني كنا رايحين ناخده من وراها البيت الملك؟ مفيش غير عرابي، اروح ادور عليها اجيبه يتصرف في الفصل ده.
وانت خلصت شغلك؟ ايوه. وبعدين في الشغل اللي واقف ده الحاله دكه والحكايه بقت ها قوي. وبعدين في الرزاله اللي احنا فيها دي. عربي يا عصام الله، صاحبتك مش عايزه تيجي ليه؟ بتقول عندها شغل. دي عايزه تبوظ لها الليله بقى. لا انا هنروح هنجروها بنفسي. اسمعوني انتوا على البيت، انا مش راجع الا وهي في ايدي. ولا فيش وليد بيتفطم، ولا فيش وليد بيتفطم.